كويسين؟ مش عاوزين اي حاجة؟ عاوزين نخف على اهالينا وعلى نفسنا طبعا، يعني تعرفين الظروف اللي البلد بتمر بيها، وده كله بيصب في صالحكم انتوا في الاخر حرب. لان انا لما باخد حاجة من الدعم ده بلجيها وارصف طريق، اعمل كوبري، اعمل حاجات زي كده، كل ده بيصب في مصلحة السواق برضه كمان. لازم نحافظ على اهالينا برضه، احنا بقى في رحمة مع الناس. ماشي، كل سنة طيبين وعلى امرك ان شاء الله. النص ملتزمين بيها تعدد التزمين. التزمين اللي معاكم سواء بالتسارع ولا بتغلوا عليكم حاجة؟ لا تمام. اي حد يغلي حاجة غير التسارع، التسارع محددة ومعلنة في المواقف ومعلنة على الميكروباصات. هيا باشا معلقين على العربية، اي حد يغلي فيها تبلغونا. مش عايزين اي حاجة. كل سنة وانتم طيبين وربنا.